بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي طلاب الصف الأول بمدارس العبيد الأهلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم ومع درس جديد من مادة الفقه والسلوك، صفة الصلاة في الركعة الثانية. تعلمت يا بني صفة الصلاة في الركعة الأولى، فهيا بنا نكمل الركعة الثانية. عندما تسجد يا بني السجدة الثانية في الركعة الأولى وتريد أن تقوم للركعة الثانية، تكبر حين تقوم وتقول الله أكبر، ثم عندما تستوي قائما تضع يدك اليمنى على اليسرى على صدرك وتقرأ بعد ذلك سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة يا بني تقرأها في كل ركعة، فاحرص يا بني على حفظها وقراءتها في كل ركعة، وبعد ذلك تقرأ ما تيسر من حفظك من القرآن الكريم، ثم بعد ذلك عندما تركع تكبر حين الركوع وتقول في ركوعك سبحان ربي العظيم 3 مرات. واحرص يا بني أن يستوي ظهرك أثناء الركوع، وبعد ذلك عندما ترفع من الركوع أثناء الرفع تقول سمع الله لمن حمده، وعندما تستوي قائما تقول ربنا ولك الحمد، ثم تكبر حين تسجد وتقول في سجودك سبحان ربي الأعلى 3 مرات. واحرص يا بني على سجودك على 7 أعضاء كما تعلمت في الدرس السابق. وعندما ترفع من السجود تقول الله أكبر، وتقول بين السجدتين رب اغفر لي 2 مرات. ثم تسجد يا بني السجدة الثانية وتقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات. ثم عندما ترفع من السجدة الثانية تقول الله أكبر، وتقول في التشهد الأول التحيات لله. احفظ يا بني هذا الذكر لتقوله في التشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. واحرص يا بني أن تطبق الصلاة كما تعلمت. هيا بنا نحل بعض التمارين. ضع كل كلمة في مكانها المناسب، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.